يو، مرحبا، اهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد يا جماعه من سلسله اقوى مقاطع باركور. طبعا زي ما بتعرفوا بهاي السلسله بنتفرج على مقاطع باركور، واليوم جايب لكم شخص كثير مميز. هو كمان شخص كثير محترف بالباركور وبعمل زي ديسنت بسموها هايبر باركور، اللي هي بتسلق عمارات وزي هيك. اسمه هذا الشخص جو سكندرت، وكثير معروف بالديسنت ومشهور يعني حتى بالباركور، وكمان مش بس بالديسنت منيح، كمان بالباركور نفسه. فرح نلف الانستغرام تبعه اليوم ونشوف احلى مقاطع له. كمان شغله قبل ما نبلش حاب احكي لكم رمضان كريم للكل يا جماعة. يلا خلينا نبلش، وما تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس إذا تحبوا تدعموني. Let's go. طيب جماعة، زي ما شايفين هذا الانستغرام تبع جو سكندرت. رح أركز لكم اليوم على ركضات الديسنت أكتر إشي، وممكن نشوفها كمان لقطة باركور منه. يعني هاي كانت حماية، بس يعني رح يصير في شغلات أصعب. طريقته غريبة دائما بالديسنت. طلع نزل العمارة بشكل كليا غريب، يعني ما عمري شفت ناس بتعمل ديسنت زيه. طلع كيف بمسك بالحديدة وبنزل، وي وي وي، مش مفهومة. مش مفهومة. هات نشوف مقطع ثاني بخوف أكتر، لأنه هو معروف بتسلق العمارات هاي الكبيرة اللي بتخوف. طلع مثلا هاي أكمن طابق، هاي بحكي أنا بجوز 4-5 طوابق. طلع طريقته بنزول حتى، ياما. فيش مزح جماعة، فيش مزح نهائيا، فيش مزح. وال ولك هاي لسه مش 4 ولا 5، وال عالي يا جماعة هاي العمارة طلعت وإحنا مش عارفين شو. لهلا مش واصل للأرض. لا كتير هيك. دام اعتقد هو واصل عن جد لمستوى، واصل الجماعة لمستوى انه متمكن كثير، يعني بعرف شو اللي بيسويه. واصل للمايند سيت انه خلص هو يعني في دائما خطورة باللي بيعمله، بس هو بعرف شو بيعمل. طولت بصراحة عن جد مقطع رهيب يعني، وكثير طول وهو ينزل العمارة اللي فوق. خلينا نشوف اللي بعده. وهاي مش ديسنت، هاي مش يعني نزول عمارة. طلعوا بس زرق بطريقة هون شوي. هلا هان هون راح اعيد لكم اياها اذا مش فاهمين. طلع 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 كيف نط يا اخي فوق الحديدة هاي. كمان مرة تسرعوا، هذا اللي اكتر اشي صعب لما يطلع فوق الحديدة زي هيك. كيف زرق جسمه. شو اللي بخوف فيها انه اذا ما عطيتش باور كفايه راح تنزل بظهرك الحديده مباشره. يو سفاح. خلينا نشوف كمان ديسنت تاني. يا ساتر، لا هاي ايزي له. طلع ولا ايش عليها بالنسبه للي عمله قبل. ايزي بيزي ليمون سكويزي. جاهز. هاي كمان ديسنت بس بطريقة غريبة، انه بنزل مش نزول عمارة هي. طلع يو كمان بنزل بضحك. اعتقد هاي الكليب كمان تقريبا نفس المبدأ النزول. هاي هذا اللي نزوله انا ولا عمري شفته، اعتقد هو اللي اخترعه. مثلا هاي الحلو الموضوع، او مش الحلو، اللي بخوف في الموضوع كمان بنزل العمارة مش انه بس بايده واجره خلص وانزل، بقعد يلفلف ومش عارف شو. بتعرف كيف هاي الحركات اللي بعملها. اوه يا جماعة هذا الديسنت، هذا نزول شفته انا زمان، بس هو طلع يا جماعة اوف. بنزل على حديدة مش على لسه كمان طابق. هاي لسه يو سريع 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 سريع، مش انه ياخد وقت شوي شوي. طلع كمان طابق، 1 2 3 4 5 6 7 يو 8 بوم، 8 طوابق. 8 طوابق، كيف تنزل 8 طوابق 20 ثانية؟ هيك لازم اسمي الكابتشن تبعه. ستورور منزلين فيديو هون، فريق باركور كبير. دايم حسيلك. يلا نشوف هاي. يا ساتر شو راح يجي، شو راح يجي.
في بحس عنده اكثر من طريقة بنزول، مرة بتحسه بلف حواليها زي هيك، مرة مش عارف كيف اشرح لكم، بس انتو شايفين يعني. هاي بتخوف عن جد، بتخوف. هاي كمان طريقة غير بنزول، شايفين كيف بنط وبمسك بسرعة بالشباك اللي تحته. هاي الحديد لازم ينزلها هيك دايما. Let's go. ولا وي عمارة كاملة 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 من فوق حبيبي. قديش في عنده جرة بصراحة. وال لما عمل الزوم اوت بام 130 ألف مشاهد، لازم أكثر على فكرة. بعملش هو الإشي المشاهدات، بحب هو الإشي بس بستاهل أكثر إنه يكون. This one. Well. كيف بلف حاله؟ هاي الحركة شفناها أكثر من مرة هلا، صار عاملها لا؟ لما يلف حاله من تحت الحديد ويمسك، على فكرة الطريقة ذكية هي عشان يقدر ينزل بهداوة ويشوف وين بينزل تحته. ديم. جاهز. ختمها. اعتقد في ناس كثير بفكر انه هذا مجنون او اهبل شو اللي بسوي فيه، لانه غلطه واحدة بتضيع عمره، بس زي ما حكينا اكثر من مره واصل لمستوى انه واثق من حاله وبعرف شو اللي بيعمل. مثلا انا كيف انا بعمل باك فليب، مثلا بدي اعمل باك فليب بكون واصل لمستوى انه عارف ان انا ما راح اذي حالي، فعشان هيك بلف هاي اللفه بالهواء وبنزل على اجري طبيعي لاني تدربت كفايه. فهو نفس الشيء معه، تدرب كفايه حتى يحط حاله بهيك مواقف. طبعا هذا الشيء بياخذ سنين سنين عن جد. وهيك بكون وصلنا لنهاية المقطع، بتمنى انه عجبكم. اذا بتحبوا تشوفوا اكثر فيديوهات منزل انا تقريبا 10 فيديوهات من هاي السلسلة بالقناة، فراحت لكم هون الاشي تكبسوا عليه، ويلا بشوف الفيديوهات الجاي.